Hello guys, welcome to my channel. Let's learn English together. أهلا وسهلا بكم أعزائي في قناة لتعلم الإنجليزية معا. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ودرس جديد أو قاعدة جديدة لسنة ثانية متوسط. قبل أن نبدأ أعزائي لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك ليصلكم كل جديدي. إذا درسنا اليوم إن شاء الله سيكون عن can and can't على تلميذ سنة ثانية متوسط أن ينتبه جيدا لهذه القاعدة لأنها مهمة جدا في الأسئلة أو في الوضعيات الإدماجية. إذا كان ماذا تعني؟ كان باللغة العربية معناها الإمكانية، يمكن، هذا هو أو ترجمتها الصحيحة في اللغة العربية. ولكن تستعمل للمقدرة في اللغة الإنجليزية، وعكسها كان not أو الشكل المنفي لها نستعمله لعدم القدرة على فعل شيء. لدي هنا أمثلة: I can speak English but I can't speak Spanish. إذا أنا أستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، هذه إمكانية أو استطاعة، لكني لا أستطيع التحدث بالإسبانية. إذا الآن أنا لا يمكنني التحدث بالإسبانية، هنا عدم الإمكان. الآن أعزائي نذهب إلى forms of can and can't، أي أشكال كل من كان و can't. أولا نبدأ بالشكل الإيجابي affirmative form. الشكل الإيجابي لي كان هو can، والشكل المنفي هو can't. ولكن بالنسبة للشكل العادي دائما في الجملة يكون subject verb object. عندما تدخل كان ماذا يحدث؟ لدينا subject وهو الفاعل، ثم كان model، كان أي يستطيع أو يمكن، ثم verb stem. verb stem هو فعل غير مصرف نحذف له to. هذا عندما تدخل كان لا نغير في الجملة أو لا نغير في الفعل، لا نصرف الفعل، نتركه كما هو، فقط نحذف له to. ثم the rest باقي الجملة. لدي هنا أمثلة. قبل أن أبدأ بالأمثلة أعزائي، كان في اللغة الإنجليزية استعمالتها تختلف من جملة إلى أخرى. أتحدث عن الشكل الإيجابي، كيف ذلك؟ مثال: I can play piano، أنا أستطيع اللعب على البيانو. هنا استطاعة أو قدرة نسميها ability، ولكن ماذا لو استعملناها في شكل آخر؟ مثال: Don't eat too much sugars، إذا لا تأكل الكثير من السكريات. لماذا؟ It can hurt you، لأنها يمكن أن تؤذيك. الآن لم تصبح أو أصبح لدينا شكل آخر غير الability، غير الاستطاعة، نسميها هنا possibility أي الإمكانية أو الاحتمالية. لننتبه جيدا، نحاول قدر المستطاع أن نفهم الجمل. إذا كان لدي I can play piano أو أقول I can ride horses، يمكنني ركوب الخيل، هنا نسميها استطاعة أو ability أي قدرة. ولكن إذا كان لدينا تلميح بنصيحة ما نسميها هنا possibility أي الإمكانية. الآن نذهب إلى الشكل الثاني والمنفي لي can and can't. الشكل المنفي negative form، وهو بطبيعة الحال can't أو نقول cannot. بالنسبة لاستعمالها في الجملة كيف يكون؟ لدينا subject فاعل، ثم can't أو cannot، ثم verb stem قلت هو الفعل infinitive نحذف له to أي فعل غير مصرف، ثم the rest of the sentence أي باقي الجملة. كيف تكون في الجملة في الأمثلة؟ I can't ride horses، أنا لا أستطيع ركوب الخيل، أي أنه ليس لدي معرفة أو قدرة على ركوب الخيل. أو نقول I cannot speak Spanish، استعملت cannot فقط لينتبه التلميذ أن cannot أو can't كلاهما صحيح، ولكن من الأفضل أن نتعود على استعمال can't أي abbreviation. I cannot speak Spanish أي inability عدم القدرة أو عدم الإمكانية. نذهب الآن إلى الشكل الأخير وهو الشكل الاستفهامي interrogative form، لنركز جيدا في هذا الشكل لأنه مهم جدا. في الشكل الاستفهامي نبدأ دائما ب can model، نبدأ بالmodel can، ثم subject الفاعل، ثم verb stem، ثم باقي الجملة. هنا كل شيء واضح، ولكن يختلف أيضا استعمال كان في الانتروغاتيف فورم من جملة إلى أخرى. كيف ذلك؟ لدي المثال الأول: Can you help me please؟ أيمكنك مساعدتي رجاء؟ هنا نسميه request أي طلب، هنا نسميه request أي طلب، أنا طلبت المساعدة من شخص ما. هذا الشكل الأول. الشكل الثاني أقول Can I loan your book؟ Can I loan your book؟ هنا أيمكنك
أو أيمكنني استعارة كتابك؟ هنا ماذا فعلت؟ هنا طلبت الإذن، نسميه permission. permission وهو الإذن. إذن أعزائي بالنسبة لي كان في الشكل العادي أو الإيجابي قلنا لدينا حالتين وكنت قد وضحت الحالتين. الآن لنفهم جيدا الشكل الاستفهامي interrogative form. قلنا أنه لدينا حالتين، لنفرق قليلا. عندما نجد please، في غالب الأحيان عندما نجد please يكون طلب request. Can you help me please؟ أيمكنك مساعدتي رجاء. إذا لم نجد please وكانت can في بداية الجملة معناها سؤال ونسميه permission إذن. Can I loan your book؟ معناها طلبت الإذن من زميلتي لاستعارة كتابها. إذا أعزائي الآن نذهب إلى التمرين نفهم أكثر. Task I write can or can't in the gaps في الفراغات and name the situation هنا. إذا لدينا sentence number one. The cats fly. هل يمكن للقطط أن تطير؟ No. إذا نقول the cats can't fly. إذا هنا ماذا تصبح لدينا؟ تصبح inability، عدم القدرة. إذن تصبح the cats can't fly، القطط لا يمكنها الطيران. إذن تصبح inability، عدم القدرة. Number two، لدينا the doctors find treatment to the obesity. إذن الجملة الأولى، الأطباء وجدوا علاج تام للسمنة. But the diet be solution. يمكن إذن لنفهم الجملة الأولى، الأطباء هل وجدنا دواء تام أو حل نهائي للأوبيزيتي؟ أوبيزيتي معناها السمنة. لا، ليس هناك أي حل نهائي للسمنة بعد، ولكن the diet وهي الحمية يمكن أن تكون حل. إذا ماذا نقول؟ the doctors can't، لم يستطيعوا إيجاد find a treatment to the obesity، لم يجدوا أو لم يستطيعوا إيجاد حل نهائي للسمنة، ولكن الحمية يمكن can be solution، يمكن أن تكون حل. إذا هنا لدينا inability، عدم القدرة، وهنا لدينا possibility، احتمالية أن يكون الدايت هو الحل. كما قلنا the doctors can't find treatment to the obesity، الأطباء لم يستطيعوا إيجاد علاج نهائي للسمنة inability وهي عدم القدرة. But the diet can be solution، لكن الحمية يمكن أن تكون حل، نقول possibility، احتمالية. Number three، الآن من دون أن نفهم الجملة، لدينا you take me to the hospital please. إذا لدينا جملة استفهامية سنستعمل هنا مباشرة كان. هنا تحصلنا على نصف العلامة، ولكن هنا ماذا سنضع؟ هل نضع request أو permission؟ إذا أنا أطلب من شخص ما أخذي إلى المشفى لأني أحتاج إلى مساعدة، ووجدت هنا please، رجاء. إذا سنقول it is request. قلنا can you take me to the hospital please، أيمكنك أخذي إلى المشفى، احتاج إلى المساعدة. إذا أقول request وهو طلب. Last sentence I have no bicycle، ليس لدي دراجة. I use yours، أيمكنني استعمال دراجتك. إذا أقول هنا can I use yours، أيمكنني استعمال خاصتك أو دراجتك. إذا هنا ما هو؟ هو permission، هو طلب إذن. إذا آخر جملة كانت permission وهو إذن. قلنا I have no bicycle، ليس لدي دراجة. Can I use yours، أيمكنني استعمال دراجتك الخاصة. إذن أعزائي هذا هو كان درس لنهار اليوم، كان and can't للسنة الثانية متوسط. إن شاء الله يكون الدرس مفيد. إذا كان هناك أي استفسار لا تنسوا تدخلوا في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمها باللايك ليصلكم كل جديد. الدرس المقبل سيكون حول pronunciation of can and can't، كيفية نطق كان وكانت وما هي حالات استعمالها ونطقها. إلى اللقاء، goodbye.